لنقاش الملف السوري ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير السياسي والعسكري أديب العليبي. أهلا بكم سيدي. أهلا بكم، مساء الخير. مساء النور. مطار المزة أصبح إذن هدفا اعتياديا لضربات الجيش الصهيوني، لكن كيف تفسرون الضربات التي وجهت إلى مقر اللواء 105 تابع للحرس الجمهوري والفوج 555 تابع للفرقة الرابعة؟ تحية لكم تحية المشاهدين. يعني حقيقة القصف الإسرائيلي للماضي له أهمية خاصة إن كان في السياق السياسي وإن كان في السياق العسكري، يعني بالنسبة لإسرائيل. إسرائيل أعطت رسائل، أما بالنسبة لي يعني مطار المزة واللواء 105 واللواء الفوج 35، هذه تابعة للحرس الجمهوري وهي تشترك مع حزب الله في كغرف عمليات بديلة وكغرف عمليات تنسق بين حزب الله وبين الحرس الجمهوري، وهي نقاط تواجد لحزب الله ومستودعات لأسلحة حزب الله. يعني حزب الله لا يوجد منطقة، والميليشيات الإيرانية المتواجدة على الأرض السورية لا يوجد منطقة يعني لم يكن فيها مستودع للأسلحة. يعني تصوري في مشفى دارية، أسفل مشفى دارية هناك مستودع للأسلحة تم قصفه أيضا. نعم. وبالتالي يعني أنا أقول أن هذه النقاط كلها ذات أهمية خاصة. عندما قامت القوات الإسرائيلية بقصف هذه المناطق هي ذات أهمية خاصة، وخاصة أنا تعلم أن هناك اجتماع وأن هناك وفد كان سيغادر إلى طهران تم قصفه من خلال هذه النقاط. في هذا السياق، في هذا السياق توردت أنباء عن استهداف مواقع في قدسية وصبورة وديماس ودارية، وكلها مواقع لتمركز الحرس الثوري الإيراني والميليشيات الإيرانية وميليشيا حزب الله أيضا. إلى أي مدى ترون أن هذه الضربات ستقلص أو قلصت بالفعل من الفعالية القتالية لهذه الميليشيات من خلال متابعة الضربات السابقة؟ يا سيدتي، نحن قلنا انه هذه يعني الضربات الاسرائيليه يعني لها ذات اهميه خاصه، وهي رسائل وزعت الى الجميع، وزعت الى 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 ايران رقم واحد بانها لا تستطيع حتى لو انسحبت الولايات المتحده الامريكيه من سوريا ستبقى هدف مشروع بالنسبه لي يعني القوات الاسرائيليه. وهذه رساله ايضا الى الولايات المتحده الامريكيه بان الامن القومي الاسرائيلي لا يمكن يعني ان يعني بالنسبه للقوات لا يمكن حتى لو انسحبت الولايات المتحده الامريكيه لا يمكن لاسرائيل ان تسمح بتمدد القوات الايرانيه والميليشيات الشهيره المتواجده في المنطقه تمدد. النقطه الاخرى هي رساله الى 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 روسيا، دعيني اقول بانها لا يمكن ان حتى لو هناك اس 300 او حتى لو اس 400 سلمت الى النظام لا يمكن الا ان تقوم بقصف اي هدف يكون يؤثر على الامن القومي الاسرائيلي، بمعنى اخر ان لا تسمح اسرائيل بالتواجد بقرب الحدود بمسافات معينه محدده من قبل القوات الاسرائيليه. الخبير السياسي والعسكري أديب العليبي كنت معنا عبر الهاتف من الريحانيه.